يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الجمعة 23 ديسمبر. داخلين على بداية سنة جديدة وبنودع فيها 2022 اللي كانت سنة يمكن طويلة شوية، لكن مع بداية كل سنة كده بيبقى عندنا حلم، هدف، طموح، عايزين نحقق من الأهداف دي شوية. ولما بتيجي كده السنة دي تخلص بنبتدي نقول لنفسنا يا ترى حققنا إيه، عملنا إيه، يعني هل وصلنا لأهدافنا ولا لأ. ما ينفعش نبقى داخلين على سنة جديدة ويقتصر ده على أن احنا يمكن نحضر مثلا عرض جديد أو نحتفل بيها أو أن احنا نروح مطعم مثلا ناكل حاجة مختلفة أو حتى أن احنا يمكن نقعد في البيت نتفرج على التلفزيون. لأ، لازم نفكر ونقول لنفسنا كده ايه أهدافنا للسنة الجاية، ايه قائمة أهدافنا للسنة الجديدة، نرسم خطة زمنية عشان ننفذ ده. بداية كل سنة جديدة بيكون عندنا أهداف بنقول فيها ان احنا لازم نحققها، وبتختلف بقى الأهداف دي من شخص للتاني بناء على رغبات الشخص وحاجته. خلينا نقول مثلا على سبيل المثال البعض مننا بيحط هدف عشان نلعب رياضة مثلا، نبقى فورمة، أو إن إحنا مثلا نعمل حاجة مختلفة، نحط أهداف لنفسنا إن إحنا نزود مثلا ثقة في نفسنا. حد ممكن يبقى شوية مثلا ثقته في نفسه مش أحسن حاجة فيبتدي يشتغل على حاجة زي دي أو غيره، أو إنه قد يسعى البعض مثلا إنه يحقق أهداف مادية من خلال إنك مثلا تشتغل على مشروع معين أو إنك تحوش جزء من المرتب عشان تشتري حاجة نفسك فيها. كل دي أهداف وكل دي أحلام وكل دي طموحات بنحطها لنفسنا في بداية كل سنة، بنقول أنا لازم أعمل ده ولازم أعمل ده. لكن يا ترى بقى حققت إيه من أحلامك دي في 2022؟ ولا لسه أهدافك محطوطة في الدرج زي ما هي من 2017؟ على فكرة ده طبيعي، يعني لو لسه في حاجات مكملة معانا بقالها كام سنة دي حاجة طبيعية جدا، لأنه إحنا يمكن ما عندناش النوهاو أو ما عندناش المعرفة بتاعت إزاي نوصل للهدف ده، لأنه دايما بيبقى في خطوات توصلنا لهدفنا ده. الخطوات اللي خدناها عشان نوصل اللي احنا عايزينه، التغيير عامة مش حاجة سهلة، وعلى الرغم من ان احنا عارفين ومؤمنين بأهمية التغيير الا ان كتير مننا بنلاقي صعوبة في تحقيقه، وده بسبب انه بيسبب لنا ارهاق بدني ونفسي بسبب المحاولات المتكررة والجهود الكتيرة اللي ساعات كتير قوي قد تبوء بالفشل، واللي هو في الحقيقة جزء لابد منه في رحلة اي تغيير. ضيف لده بقى أهمية المحافظة على إنك يبقى عندك العزيمة والإصرار بعيداً عن أي حماس بقى مفاجئ قصير الأمد، لكن إيه العمل؟ خلوني يعني لو حضراتكم سمحتوا لي، أنا عملت كده زي بحث صغير ولقيت إن كتير من علماء علم النفس أجمعوا وأثبتوا إن كتابة الأهداف بتاعتك بتاعت كل سنة ليها أثر السحر، يعني تخصيص وقت لكتابة أهداف السنة الجديدة ليه أثر السحر على النفس، بيدينا فرصة إن إحنا نتأمل ونخرج كده أو نخرج اللي بداخل نفسنا من طموحات وتركيز، وكمان بتساهم إنها أهداف السنة الجديدة إنها تخلي الشخص يشعر بمدى قربه من تحقيق أهدافه على أرض الواقع وأثرها الإيجابية على حياته في المستقبل. ده بالتأكيد بيبث الأمل في النفس وبيزرع الهدف في العقل الباطن لغاية ما يتحقق بالفعل. الأهداف المتعلقة بالعمل مثلا، خلينا نقول إن لو أنا حطيت هدف كده إن أنا في شغلي أعمل إيه؟ زيادة معدل الإنتاج اليومي في العمل مثلا، لو أنا بشتغل 8 ساعات لكن بضيع منهم ساعتين في الشغل أكل وكلام مع زمايلي والكلام ده كله، أخليهم 6 ساعات بتركيز تام، أنا ساعتها وفرت وقت لنفسي وديت وقت لشغلي من غير ما أضيع وقت على حاجات ملهاش يمكن لازمة قوي. تركيز على إنجازاتك أنت بس وما تركزش على إنجازات حد تاني من زمايلك في الشغل أو غيره بقى بصيغة أخرى، لا تقارن بدايتك مع موسم حصاد الآخرين. ده أهم حاجة، خليك في نفسك مركز في ورقتك، ودي أهم حاجة، مالكش دعوة بأي دوشة بتحصل جنبك، أنت مركز في اللي أنت بتعمله. ثقة للمهارات الشخصية في التعامل مع زملاء العمل مثلاً، أو إنك تزود السكيلز بتاعتك في إنك لو بتتعامل مثلا مع كلاينتس أو مع عملاء أو تشتغل في أي حتة، إنك تزود المهارات دي. تطوير أساليب الحوار في بيئة العمل وإنك تتجنب المحبطين، ابعد تماما عن أي كلام توكسيك زي ما بيقولوا، وإنك تتعلم مهارات بقى السوق عايزها أكتر واللي من شأنها إنك تخليك موظف كده الشركات عايزة إن هي تشغل. لو اتكلمنا عن الأهداف المتعلقة بالحياة الصحية، إنك
تقلع عن التدخين، تبطل التدخين، بالذات شهر رمضان المبارك طبعا بيبقى وقت مثالي انه تسيب فيه التدخين بسبب عدد ساعات الصيام، وبيخليك تتعود على ده. فخد من ده بقى كده حاجه تقول انا من شهر رمضان انا هبطل تدخين تماما، او من السنه الجديده هبطل تدخين تماما، عايز ان انا يعني اعيش حياه صحيه، عشان مش عشان الوزن يقل على قد ما انا ابقى صحي، الكوليسترول عندي بقاش عالي، الضغط عندي بقاش عالي، الحاجات دي كلها. في حاجات بقى متعلقه بالذات، اهداف واحلام متعلقه بان انا اطور من نفسي، زي ان انا اركز ان انا اقضي وقت اكبر مثلا مع العيله، مع الناس اللي انا بحبها، مع اصحابي، او مثلا ان انا ابعد تماما عن اي حد في حياتي بيسبب لي طاقه سلبيه، او زي ما بيقولوا العلاقات التوكسيك، يعني ابعد عن الناس اللي بتديني الطاقه السلبيه دي واركز في نفسي، احط اهداف لنفسي بتعزز روح التحدي عندي عشان اوصل لاقصى درجه من النجاح اللي انا عايزها، وازود ثقتي في نفسي من خلال طبعا ان انا اشارك في انشطه مختلفه. دي بعض الافكار اللي لو لسه عندك احلام متراكمه من السنين اللي فاتت او حتى من السنه اللي فاتت وما عرفتش انك توصل لها، ممكن الافكار دي تساعدك انك توصل لحاجه جايه وتحقق يعني احلامك وطموحاتك من خلال انك تشوف انت عايز تعمل ايه وتبتدي ايه. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني داخلين على سنة جديدة بأحلام جديدة وبأمال جديدة، يا رب إن شاء الله ربنا يحققها لنا كلنا، ويحفظ لنا مصر ويحفظ لنا أولادنا ونبقى أحسن دايما ودايما. ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحاتنا اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمنا عن أحلامك في 2022، حققت منها إيه وإزاي؟ مستنين إجاباتكم اللي هنستعرضها إن شاء الله خلال الحلقة النهاردة. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح لحضرتكم.